اهتزت مشاعر الملايين في مصر والعالم المسيحي حزنا على وفاة قداسة البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وقد توجه الرئيس السادات وكبار رجال الدولة إلى المركز البابوي بالكاتدرائية القديمة لتقديم التعازي في وفاة الراحل الكبير الذي قضى 44 عاما من حياته في خدمة الكنيسة والوطن، وكانت حياته مثلا رائعا في الإيمان وحب الخير وخدمة أبناء الوطن الواحد. وفي كاتدرائية القديس مرقس الجديدة أقيمت الصلوات ومراسم توديع الفقيد الراحل. وحضر الصلاة على الجثمان الدكتور محمود فوزي رئيس الوزراء نائبا عن رئيس الجمهورية، والسادة علي صبري نائب رئيس الجمهورية، وعبد المحسن أبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا، ونواب رئيس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة. وكان آلاف المواطنين قد توافدوا من قبل لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان البابا وهو جالس على عرش البابوية. واشترك في الصلاة جميع المطارنة والكهنة. حمل جثمان الفقيد الطاهر وهو بملابسه الرسمية إلى مثواه الأخير في بهو الأعمدة تحت هيكل الكاتدرائية الجديدة، حيث دفن بجوار قبر القديس مرقس.